في إطار فعاليات الدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف. نظمت جمعية ضحايا التعذيب ومقرها جنيف خيمة تحسيسية ومعرض للصور المعتقلين السياسيين والصحفيين والمدونين وحتى من عامة الناس. ذنبهم الوحيد انتقادهم للوضع المزري لحقوق الإنسان والحريات في تونس منذ وصول الرئيس المنتهية ولايته. ارتكب جرائم في حق العباد والبلاد ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية يعاقب عليها القانون الدولي. لقد دمر مؤسسات الدولة وهيمنة على السلطة وأهدر كل ضمانات الحماية المؤسساتية لحقوق الإنسان بالكامل تقريبا، حيث فقدت السلطة القضائية استقلالها وجعل من المحاكم العسكرية اليد التي يطش بها ويقمع بها معارضيه ومنتقديه من سياسيين وصحفيين ومدونين لممارستهم السلمية لهم في حرية التعبير. تراقب جمعية ضحايا التعذيب بجنيف وتوثق كل التجاوزات والانتهاكات والجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية الناجمة عن قرارات قيس سعيد المنتهية ولايته، حيث سحق الحقوق والحريات ويحرم المعتقلين من حقهم في محاكمات عادلة في ظل قضاء التعليمات. رسالتنا إلى بعض المسؤولين الأمنيين على رأسهم خالد اليحياوي وعصابته الذين أحكموا قبضتهم على تونس وارتكبوا انتهاكات شنيعة لحقوق الإنسان، فإن اليوم نحن قادرين على كشف جرائمهم في كل المؤسسات الدولية والأممية، فسيصيبكم ضوء الخزي والعار وحرمانكم من دخول الاتحاد الأوروبي وتجميد أصولكم ومحاكمتكم ومتابعتكم أمام القضاء والمحاكم الدولية. أما رسالتنا إلى من خان الأمانة وخان العهد وتجاوز كل الحدود الحمر فاروق بوعسكر، كل الجرائم التي قام بها منذ تنصيبه من طرف قيس سعيد في حركة مخالفة للقانون منذ إحداث الهيئة المستقلة للانتخابات بعد الثورة، وخاصة تجاوز قرارات المحكمة الإدارية التي أمرت الهيئة المستقلة للانتخابات بإعادة 3 مترشحين إلى سباق الرئاسة، هذا تجاوز خطير للقانون وتزوير في حق الشعب التونسي، وانحياز أعمى إلى قيس سعيد يعاقب عليه القانون الدولي. كما ستدعو جمعية ضحايا التعذيب المفوضية الأوروبية لعدم صرف أي تمويل من الاتحاد الأوروبي للكيانات الحكومية وخاصة منها الأمنية التي ترتكب جرائم وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وتشن هذه القوات القمعية الأمنية بأمر مباشر من قيس سعيد وخالد اليحياوي ووزير الداخلية خالد نوري حملة اعتقالات منذ أيام شملت قيادات حزبية في إطار الأزمة السياسية التي تمر بها تونس، فنعتبرها انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، وتدعو جمعية ضحايا التعذيب السلطات إلى الإفراج عنهم فورا ولن يبقى بدون عقاب. وأخيرا وليس آخرا، رسالتنا إلى السيدة ليلى جفال المكلفة بوزارة العدل التي أصبحت وزارتها وزارة السحل والانتهاكات بالجملة لحقوق الإنسان وارتكاب جرائم ترتقي إلى جرائم حرب ضد الإنسانية. هذه السيدة التي دمرت سلك القضاء، دمرت استقلالية القضاء الذي تمتع بهذا السلك منذ الثورة، وجعلت من قضاة تونس شرفاء قضاة التعليم، وارتكبت في حق 57 قاضي جريمة الإعفاء لا لشيء لأنهم رفضوا التعليمات. فرسالتنا لهذه السيدة وأمثالها من أجرموا في حق تونس، لن يفلت أحدا منكم من العقاب.